نروح بقى معاكم للتصريحات اللي خرجت في الفترة اللي فاتت دي، فقرة تصريح وتعليق وتصريحات خاصة بالسويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، واللي يمكن عمل حوار مع موقع النادي الأهلي اتكلم فيه عن الطموحات الخاصة بيه ورغبته كمان في مواجهة ريال مدريد الأسباني في نهائي الانتر كونتيننتال. قال مارسيل كولر: أنا بحب الفوز دايماً، ودايماً بسعى إن أنا أكون بحقق الفوز ده في كل المباريات، ودي طبيعتي سواء بقى كلاعب أو كمدرب، وعندي دوافع الفوز بشكل عام موجودة هي في النادي الأهلي للتتويج والبطولات، والمشاركة في بطولة الانتر كونتيننتال هي فرصة عظيمة لمواجهة أفضل فرق في العالم، والدوافع بتكون مختلفة في المواجهات اللي شبه دي، والأجواء كمان زيها زي اللي حصل أكيد ضد العين في استاد القاهرة واللي كان مليان بالجماهير اللي أكيد بترعب المنافسين. احنا مش عارفين هوية الفريق اللي هنواجهه في نص النهائي في كأس القارات للأندية، لكن بشكل عام هدفنا ان احنا نفوز وان احنا نوصل لنهائي البطولة عشان نكون بنقابل ريال مدريد الاسباني لما تهتف الجماهير باسمي او باسم النادي الاهلي. بكون فخور جدا وبحس ان انا متميز جدا، وده الامر اللي عشته على مدى عملي مع النادي الاهلي خلال السنتين اللي فاتوا، وبحب جدا جماهير النادي الاهلي وبشكرهم على دعمهم لينا. ولما رفعت جماهير النادي الاهلي صورتي في مباراة جورماهيا كان الموضوع مفاجئ بالنسبة ليا، وكان مبهج جدا جدا ليا، خصوصا ان الفترة اللي انا قضيتها مع النادي اللي هما السنتين اللي فاتوا دول هما بس سنتين، ولما شفت ده في الصورة يعني حسيت ان قلبي بيخفق بصوت عالي، وبشكر الجماهير على اللافتة الجميلة دي. وكمان لما اتسأل عن اللقب الاهم ليه مع النادي الاهلي فقال ان اللقب القادم هو هيكون اللقب الافضل، والاهلي هو نادي القرن.